لقد أي فاحتمله ثم حديث عهد بالحروب. ومن خطط القعقاع أيضا أنه ألبس الإبل البراقع فجعلت خيل الفرس تفر منها تحسبها فيلة، فلقي الفرس من الإبل أعظم مما لقي المسلمون من الفيلة، فتنشط المسلمون وتقاتل الفريقان ذلك اليوم حتى منتصف الليل. أصبح القوم لليوم الثالث من أيام القادسية على التوالي، وبين الصفين من قتل المسلمين 2000 ومن المشركين 10,000، فنقل المسلمون قتلاهم إلى المقابر والجرحى إلى النساء، وبات القعقاع ولم ينم تلك الليلة لا عمر ليرى ذلك المسلمون ولكي توزع على الأمة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن قوما أرسلوا هذا لذو أمانة. فقال علي رضي الله عنه وكان واقفا بجواره: إنك عففت فعفت رعيتك.